اهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضره التعريفيه الخاصه بماده Introduction to Financing. مع حضراتكم دكتور ساره عبد الله المسؤوله عن الماده، ومع حضراتكم ان شاء الله طوال الترم. قبل اي شيء وقبل ما نبدا نعرف اي حاجه عن الماده، احب انوه عن اهميه سماع كل محاضره في ميعادها، لان الماده اللي هي Introduction to Finance أو Introduction to Financing أو مقدمة في التمويل، هي في الحقيقة مادة تعتبر quantitative، ليها علاقة بالأرقام، ليها علاقة بالحسابات، والconcepts بتبقى مبنية على بعضها البعض. فحضراتكم لو فوتنا محاضرة مثلا أو حاجة ما سمعناهاش، بنحس إن الموضوع بقى أصعب شوية أو محتاجين نرجع لورا شوية علشان نفهم التوبيك اللي وراه وهكذا. طبعا كده كده في كويز بيبقى موجود كل أسبوع، أحب إن أنا أشوف حضراتكم في حلقات النقاش. ياريت تواظبوا على حضور كل حلقات النقاش، لأن هنتناقش فيها عن الأسئلة اللي حضراتكم حسيتوا إن هي مكانتش سهلة بالشكل المستصاغ بالنسبة لكم. لو في أي نقطة بعد الأسئلة حضراتكم حابين إن أنتوا تعرفوا عنها أكتر، كل التواصل ده صحيح في تواصل بيتم مع المدير المقرر أو معايا عن طريق الإيميلز وكده، ولكن أنا بفضل التواصل اللي هو بيكون في حلقة النقاش، لأن بقدر أسمع بوضوح رأيكم وبقدر أرد على الأسئلة الخاصة بيكم وأتأكد إنه تم فهمها بشكل سليم. إن شاء الله المادة دي هتكون بتتكلم بشكل عام عن الموني ماركتس والموني بشكل عام، وبتتكلم عن البورصات، وبتتكلم عن إزاي ممكن الفاينانس ديركتور اللي موجود في أي شركة بيشتغل بأي شكل وبأي طريقة، ويا ترى ايه هي الكريتيريا اللي المفروض يكون اي فاينانس ديركتور في اي شركة يكون عارفها عشان يحافظ على الويلث، الثروة الخاصة بأصحاب الأسهم الموجودين في كل شركة. في المحاضرة التعريفية اللي هو حضراتكم تسمعوه دلوقتي، هنتكلم بشكل عام عن التمويل. الأسئلة اللي هتكون على المحاضرة التعريفية هي أسئلة عامة جدا جدا جدا، مش كل اللي هنقوله في المحاضرة التعريفية هتكون في الكويز، لأن الغرض من شرح المادة اللي هقولها في المحاضرة التعريفية هو إن حضراتكم يبقى عندكم خلفية عن التمويل بشكل عام، بحيث إنه بعد كده لما نتطرق لأي موضوع من مواضيعنا الجاية في الترم تبقى الخلفية دي موجودة، و الخلفية دي بتكون مساعدة انك تبقى فاهم كواليس الموضوع افضل من انك تبقى فاهم الموضوع من بره خالص. طيب، يبقى احنا هنا بنتكلم عن Introduction to Financing، ده اسم المادة بتاعتنا. Financing هي Finance، وانا دكتور سارة احمد او سارة عبد الله، والنهاردة ان شاء الله او في المحاضرة دي ان شاء الله هنغطي شوية كده objectives، لان objectives حابة ان حضراتكم تكونوا عارفينها كدراية عامة عن التمويل بشكل يفيد حضرتك ان شاء الله في فهم واستيعاب الكونسبتس الجاية او المواضيع الجاية في المادة. هنتكلم النهاردة عن ازاي نعمل differentiation، ازاي نفرق ما بين حاجة اسمها primary وحاجة اسمها secondary market. هنعرف ازاي نفرق ما بين الموني والكابيتال ماركت. هنفهم الكونسبت اوف فورين اكسشينج ماركتس، يعني ايه فورين اكسشينج ماركت. هنفهم الكونسبت اوف ديريفاتيف سيكيورتي ماركت، هنفهم يعني ايه ديريفاتيفز بشكل عام بشكل مبسط كمان، وايه هي السيكيورتي ماركتس الخاصه بالديريفاتيفز. هنقدر نستنجويتش نفرق ما بين الديفرنت تايبس اوف الفاينانشال انستتيوشنز، ايه هي المؤسسات الماليه انواعها ايه، وهنقدر نعرف كمان الخدمات السيرفيسز اللي فيها او اللي بتعمل بها ايه الفاينانشال انستتيوشنز، وهنقدر نعرف كمان يا ترى ايه هي المخاطر اللي الفاينانشال انستتيوشنز بتواجهها بشكل عام، وقصاد المخاطر دي ممكن تكون في ريجيليشنز، هنعرف ايه هي ريجيليشنز بشكل عام، وهنتكلم انه عن جلوبالايزيشن وازاي ممكن يكون بيأثر على الكابيتال ماركتس.
ده باختصار الليرنينج اوبجكتيفز اللي احنا هنطلع منها النهارده. وزي ما وضحت لحضراتكم دي محاضره عامه غرضها ان ادي لحضراتكم باك جراوند عن التمرين بشكل عام، ده مش جزء من المنهج، دي معلومات عامه احب ان حضراتكم تكون عندكم قبل ما نبدا المنهج بتاعنا. طيب علشان نبدا كده، اول سؤال، احنا ليه يا ترى بندرس اساسا الفاينانشال ماركتس اللي هي الاسواق الماليه او الفاينانشال انستتيوشنز المؤسسات الماليه مهمه ليه؟ ده لان الماركتس الاسواق الماليه والمؤسسات الماليه هي القنوات الاساسيه اللي بنقدر عن طريقها يبقى عندنا راس مال، والراس المال ده يبقى هو الويلث بتاعتنا، ونقدر ان احنا نزودها باتخاذ القرارات السليمه. فالماركت بيبقى هو المجال ان انا اقدر ان انا يبقى عندي ثروه عن طريق ان انا استثمر في الاسهم او استثمر في السندات او استثمر بشكل اخر. و الفاينانشال انستتيوشنز المؤسسات الماليه موجوده عشان تساعدني انا كشخص ازاي اقدر اعمل قرارات استثماريه سليمه تحسن من ثروتي وتعمل لها تعظيم في المستقبل. فالاستثمار والتمويل كقرارات محتاجه ان المديرين، مدير اي شركه او اي شخص بيعمل باي عمل او وظيفي، انه يفهم هو الفلو اوف فاندز ده بيحصل ازاي في الاقتصاد، يعني منين بناخد فلوس ومنين بنطلع فلوس، والفلوس اللي بتطلع دي بتروح فين. كل الكلام ده المفروض ان احنا هنشرحه لحضراتكم باذن الله في خلال الترم. واستخدام الفاندز اللي بيتم عن طريق تمويل الشركات، والشركات تعمل في عمل معين وتطلع ريتيرن للانفسترز، والريتيرن ده يتوزع بتوزيعات، او الريتيرن ده يتحط تاني جوه الشركه ويتم استثماره من اول وجديد. كل الكلام ده هيأثر على سعر السهم او على سعر السند اللي انا قررت ان انا استثمر فيهم، وبالتالي بيأثر على ثروتي. الكلام ده كله لازم يبقى موجود في صورة هيئات، في صورة مؤسسات بها نظام. المؤسسات والاسواق دي بتبقى فاهمة الاقتصاد بتاع الدولة ماشي ازاي، بيحكمهم نظام، لازم يبقى ماشيين بما يتماشى مع النظام، لانه في الاول وفي الاخر كل الفلوس دي بتساعد المشاريع المتنوعة اللي موجودة في الدولة انها تنتعش وتزيد وتتوسع. فبالتالي علشان انا كشخص اعرف ازود من ثروتي من خلال استثماراتي في السندات والاسهم، انا لازم اتعامل مع الاسواق لو كان انا عندي خبره كافيه، او اتعامل مع المؤسسات الماليه لو انا ما عنديش خبره واسالهم الخبره علشان يقدروا ان هم يساعدوني، وبالتالي هم كمان بيساعدوا الشركات على ان هم يوصلوا للتمويل المناسب ليهم. وطبعا كمدير شركه هو لازم ان هو يعمل في صالح الشركه بحيث انه يبقى سهم الشركه بتاعته قد ايه هو اتراكتيف، جذاب لاي عميل او اي مستثمر مستقبلي حابب ان هو يزود فلوسه من خلال الكابيتال ماركت. طيب المانجرز والانديفيدوالز كمان لازم يفهموا الاوبريشن والاستراكشر اوف الدوميستيك والانترناشنال فاينانشال ماركت. هما لازم يفهموا السوق المصري بيمشي ازاي والاسواق اللي بره بتمشي ازاي، لانه في شركات بيبقى ليها اصلا فروع زي الشركات المالتي ناشونال، بيبقى ليها فروع في اسواق اخرى، وبالتالي هي ايضا شركات مساهمه. شركه مساهمه معناها ان هي مسجله وان هي بتطرح اسهم، والاسهم دي بيتم طرحها بعد اكتتاب، كل الكلام ده هنقوله، بيتم عرضها للمستثمرين. النظام ده او كيفية تصنيف الاسهم كاسهم مربحة جدا او مربحة نص ونص او غير مربحة، او انه الشركات الخاصة بكل سهم او الشركات اللي فيها الاسهم دي ان هي تتصنف في اندكس معينة، ده نظام سوق خاص بكل دولة قد تتشابه في اشياء وتختلف في اشياء. فانا لازم وانا
كبني ادم حابب استثمر سواء في بلدي او بره بلدي، ابقى فاهم نظام الاسواق دي ايه. ولازم الشركه نفسها مديرها لما يحب يتوسع او يستثمر في داخل البلاد او خارج البلاد يكون فاهم نظام الاسواق دي ايه. طيب الفاينانشال ماركتس او الاسواق الماليه هي عباره عن استراكشر من خلاله الفلوس بيحصل لها فلو من وإلى، بناخد فلوس من الناس ندخلها في شركات، الناس دي بتبقى أصحاب أسهم ملاك داخل الشركة، وبعدين الشركة بتعمل تحت إشراف الإدارة، والمدير بيبقى شخص المفروض إنه هو بيعمل لصالح أصحاب الأسهم بشكل خاص، والأصحاب أي مصلحة في العموم بشكل عام. وبعد ما ينتهي العام المالي الخاص بالشركة أو الأوبريتنج سايكل الخاصة بالشركة، بساعات بالشركة بتقرر بيزد على السيولة إنها توزع جزء من الأرباح لأصحاب الملاك كنوع من أنواع العائد على استثمارهم داخل الشركة. طيب أنا كمستثمر لازم أبقى عارف إنه في أنواع من الأسواق المالية، خلاص، وأقدر إن أنا أفرق ما بينهم. النوع الأول اللي هو primary وsecondary، خلاص، ولازم أعرف إيه الفرق ما بين سوق primary وسوق secondary، خلاص، وكمان أفرق ما بين الموني versus الكابيتال ماركتس. الحاجتين دول مهمين جدا عشان أقدر أعرف الفرق ما بينهم وأقرر أستثمر أو أحط فلوسي في أنهو ماركت بالظبط. لو بدأنا بالبرايمري فيرسز السكندري ماركت، خلاص، هو من الاسم باين سوق اولي وسوق ثانوي، خلاص. فالسوق الاولي اللي هو فيه ايه؟ اللي هو فيه السهم بيتباع لاول مره، السهم بيتباع لاول مره، زي ما انت كده بتروح شقه تسكن في شقه يقولك انت اول سكن، تمام. فالسهم في البرايمري ماركت هو بيتباع لأول مرة، تمام. فهي عبارة عن الأسواق اللي بيحصل فيها إيه؟ إن اليوزرز فاند، اليوزر فاند اللي بيجيله التمويل اللي بتبقى الكوربريشن، الشركة. أنا بسميها كوربريشن عشان بتبقى اسمها شركة مساهمة. شركة مساهمة يعني ناس ساهموا في بناء رأس مالها، والناس دول اللي هم السورس أوف فاند، فلوسهم هي كانت السورس أوف فاند، خلاص. فاليوزرز اوف فاند بيريز الفاند، هما الكوربريشن دي اللي هما بيستخدموا الاموال اللي جايه من البوتنشال انفسترز اللي هما بعد ما يشتروا الاسهم هيبقوا ستوك هولدرز، هيبقوا اصحاب اسهم. الشركات بتقدر ان هي تريز الفاند، بتزود الفلوس اللي عندها او بتزود راس مالها عن طريق اسهامات زائدة من مستثمرين جدد، خلاص. فبالتالي بتعمل new issuance of financial instruments، يعني هي الفاينانشال انسترومنتس دي اللي هي ادوات المالية، ادوات المالية اللي هي خصيصا اسهم وسندات. فالشركة في السوق المبدئي اللي هو سوق البورصة بتقشو ستوكس للمرة الاولى وبوند سندات للمرة الاولى في البرايمري ماركت، بيبقى الهدف منها انها تزود من رأس مالها، بتزود من اسهامات المستثمرين اللي هما بيبقوا في الاخر ملاك. الشركة دي اسمها كوربريشن، شركة مساهمة. فالبرايمري ماركتس دي بيبقى جواها او بيحصل فيها ايشوز اوف ايكويتي، ايكويتي يعني رأس مال، باي فيرمز انيشالي جوينج بابليك. الشركات المساهمة هي اسمها شركات بابليك. بابليك معناها انه اي فرد حابب انه هو يبقى صاحب سهم او من الاونرز او من الملاك من الشركة، هو يحب يعمل ده في اي وقت يقدر يعمل ده، لان الشركة public، تمام. في شركات مساهمة بتبقى private اللي هي family business مثلا، بيبقى في صورة الشركة او صورة الملكية في شكل اسهم ولكنها غير معروضة للبيع، او ما بتفتحش، ما بتعملش اكتتاب، ما بيحصلش issuance لفندز through equity او bonds، لان هي مقفولة على members معينين مش عاوزين ناس تانية تخش معاهم كملاك. فالشركة المساهمة اللي هي public اللي هي مفتوح ان اي حد يساهم في رأس مالها،
والإشونس اللي بيحصل للسندات والستوكس اللي بيحصل لأول مرة، ده بنقول عليه initial public offerings IPOs، اللي هو بعد ما الكتاب بيحصل. فده الشركة بتعمل إعلان بأنه حصل اكتتاب، وإن الشركة authorized إن هي تبيع عدد معين من الأسهم، والقيمة الإسمية للسهم كذا، والقيمة السوقية للسهم كذا، وتبدأ بقى حسب النيوز اللي موجودة في السوق عن الشركة والبوتنشل بتاعها وقطاع الصناعة اللي داخلة فيها والخطط المالية اللي هي عاملاها، هيبدأ يتم تسعير للسهم بتاعها ويبدأ الناس تقبل عليها وتشتري الأسهم. مش لازم تكون الشركة جديدة، ممكن تبقى شركة اوريدي شغالة عادي جدا وقررت ان هي تزود من تمويلها او من رأس المال بتاعها، فحبت تعمل اكتتاب وتعرض اسهم وسندات للبيع اللي هي الاي بي اوز انيشال بابليك اوفرنجز، وبيتم انه الناس بيزد على سمعة الشركة والجود ويل بتاع الشركة واداء الشركة المتوقع في المستقبل، بيبدأوا يسعروا الاسهم دي والناس تبدأ تقبل عليها ويبقوا ستوك هولدرز، اصحاب رأس مال داخل الشركة. Once إن السهم أو السند ده اتباع للمرة الأولى، وبعدين بقى ينفع إن هو يتداول من شخص إلى شخص، يعني أنا دلوقتي اشتريت سهم، أنا كنت أول مشتري، فده أنا كده اشتريته من برايمري ماركت اللي هو سوق البورصة عادي جدا، خلاص الخاص بيه الاي بي او، تمام. بعد كده انا قررت ابيعه بعد ما يعدي مدة. عادة الناس اللي بتشتري الاسهم ما بتعملش تريدنج، يعني انا بشتري وبيع فترة قصيرة عشان اكسب مكسب بسيط جدا ناتج من فروق السعر، وفرق السعر ما بين السعر اللي انا اشتريت بيه والسعر بتاع السوق الجديد بعد ما تمر فترة زمنية معينة بيقولوا عليها كابيتال جين او كابيتال لوس لو السعر قل مثلا، تمام. فالشخص لو بيعمل تريدنج هيبيع السهم ده بعد فترة زمنية صغيرة جدا من اقتنائه للسهم، وبالتالي يبقى هو كده بيعمل ايه؟ بيعمل ترانزاكشن في حاجة اسمها سكندري ماركت. سكندري ماركت ده اللي هو انا بعمل تريدنج للفاينانشال انسترومنتس، تمام، بعد ما الايشونس الاولاني ما كان حاصل. يبقى الايشونس الاولاني كان حصل مع شخص، بعد كده السهم يفضل يتباع وحد تاني يشتريه ويتباع تاني وحد تاني يشتريه ويتباع تالت وحد تاني يشتريه وهكذا، خلاص. ده بيحصل بشكل مستمر على طول في السكندري ايه ماركت. يبقى السكندري ماركت والبرايمري ماركت الاثنين مكانهم سوق البورصه، ولكن البرايمري اللي هو السوق اللي الشركه قررت تعمله عشان هي عايزه فند من ثرو الاي بي اوز، والسكندري هو انه في شخص حب انه هو يبيع السهم بتاعه الشخص التاني، فبالتالي حصل بس ترانسفير اوف اونرشيب، ولكن رأس مال الشركة نفسه لم يزيد ولا أي حاجة خالص، هو بالظبط. ولكن كان في شخص اسمه أحمد مثلا باعه لواحد اسمه عبد الله، فعبد الله هو بقى هو ده الستوك هولدر الجديد، ذاتس إت، رأس المال بتاع الشركة لم يتغير، ولكن أحمد حب إن هو يبيع السهم ويكسب فيه، تمام. أو أحمد مثلا بعد الشر كان هي كابت الستوك لمدة 5 سنوات مثلا، وبعدين الورثة جم أخدوه، فالورثة بقى هم أصحاب الملاك، فبالتالي حصل ترانسفير أوف أونرشيب. الكلام ده بيحصل فين؟ في السكندري ماركت، اللي هو إيه؟ أي ماركت بيتم فيه تداول الأسهم والسندات أو أي إيكويتي إنسترومنتس أو أي فاينانشال إنسترومنتس بعد الإنيشال بابليك أوفرينجز. طيب دلوقتي هننتقل لصورة تبين لنا أكتر الفلو اوف فاندز اللي بيحصل في البرايمري ماركت والسكندري ماركت. يبقى اللي بيحصل هنا كده بالترتيب، الموضوع بسيط خالص خالص. دلوقتي الشركة اللي هي الكوربوريشن بتعمل إيه؟ عايزة تعمل إيشونس لدات اللي هو البوند، الدات اللي هو البوند يعني السند ده نوع من أنواع الدات، وهنفهم أكتر إن شاء الله مع بعض في خلال الترم، اوكي، او ايكويتي انسترومنت اللي هو الستوكس. هي بتقرر انا يا جماعه عايزه فند، انا عايزه ازود راس المال بتاعي، فهتعمل ايه؟ هتروح للبرايمري ماركت وتعمل حاجه اسمها اندر ريتن وذن الانفستمنت بانك، بيحصل عمليه اسمها اكتتاب لها تفاصيل كتير مش هنخش فيها دلوقتي، ونبدا بقى نعرض الاسهم دي
بالقيمة الاسمية والقيمة السوقية في السوق، ويبدأ بقى الناس اللي هم حابين ان هم ياخدوا الريسك ويدفعوا فلوس في السهم بتاع الشركة دي، سواء كانت شركة قائمة او شركة جديدة، عادي جدا خلاص. وبعدين الفلوس بتاعتهم هم اوريدي بيدفعوها من خلال الاكتتاب اللي هو الانيشال بابليك اوفرنج اللي هو الاي بي اوز، وبعدين الفلوس دي بتروح عند الشركه كراس مال، والسبلايرز اوف فاند اللي هم البوتنشال انفسترز دول هم بقوا خلاص اصحاب ملاك خلاص داخل الايه الشركه. طيب نروح بقى للسكندري ماركت ونشوف الفاندز فلو عامل ازاي. دلوقتي انا ايكونوميك ايجنت، انا واحد انفستر عادي جدا، انا مستثمر خلاص، وعاوز ابيع السكيورتيز بتاعتي. السكيورتيز دي اللي هي ايكويتي وديت، اللي هي فاينانشال انسترومنتس، اللي هي ستوكس وبوندز، اللي هي اسهم وسندات، كل الكلام ده كله ليه نفس المعنى خلاص. طيب انا عايز ابيع السكيورتيز بتاعتي، فبروح للفاينانشال ماركت اللي موجود سوق البورصه اللي هو كل يوم سعر السهم كذا سعر السند كذا ان سو اون، وبعدين بعرضه للبيع. فلما بعرضه للبيع واحد تاني عاوز يشتري بيشتري مني خلاص. فانا عملت كده ترانسفير اوف اونرشيب اند ذاتس ات، يعني انا كنت اونر وبعدين ما بقتش اونر، وبقى واحد تاني اشترى مني السهم بقى هو الاونر. اشتراه بكام دي مش مشكلتنا يعني، او مش مشكله الشركه بمعنى صح، يعني الشركه راس مالها لم يتغير، ما فيش اي حاجه خالص، هو ده كسب من فرق السعر وده قرر ان هو يستثمر بالسعر الجديد وبس على كده تمام. وبرضو من خلال السوق، ان هنا السوق هو النظام، السوق هو اللي بيحكم كل القصه دي. خليتوا بالكم هنا في هنا ايه، في انفستمنت بانك اللي هو بيقيم الاسهم دي المفروض تبقى قيمتها السوقيه قد ايه خلاص، وعن طريقها بيتم تبادل الفاندز ما بين البوتنشال انفستورز وما بين الكوربوريشن. هنا في السكندري ماركت في عندي فاينانشال ماركت، الفاينانشال ماركت ده هو برضو الريجيلاتري بادي اللي عن طريقه خلاص بناخد الفلوس، او واحد بيستثمر جديد والتاني بيبيع استثماراته تمام. يبقى كده انا عرفت بشكل دايجرام الفرق ما بين البرايمري والسكندري ماركت. طيب اوكي، how were the primary markets affected by the financial crisis؟ تفتكروا primary market ده اتأثر بالfinancial crisis ولا اي financial crisis قدامنا؟ في financial crisis حصلت already سنة 2008 كانت معروفة جدا في السوق الامريكي، اللي هي اثرت على بقية الاسواق بشكل عام. في مصر مثلا بسبب الريفولوشن اللي حصلت في مصر، الثورة اللي حصلت، حصل كرايسيس في سوق البورصة، وأسعار الأسهم تضررت جدا جدا جدا، لدرجة إن الأبحاث أصلا بقت بتسقط سنة الثورة دي وبتعمل ما قبل الثورة وما بعد الثورة. سنة الثورة دي إيه؟ مش إنديكيشن لأي حاجة خالص تمام؟ لأنه أكيد لو في فاينانشال كرايسيس وسعر السهم بيقل، اكيد انا كشركه مش هقدر ان انا اروح اعمل اي بي او، يعني هو اساسا وضع الدوله غير مستقر، وبالتالي اقتصاديا احنا في وضع صعب جدا، فمستقبل الشركات في خطر، ريسكي جدا خلاص، وتوقع الريتيرن تحت هذه الريسك ضعيف جدا، لانه الصوره العامه للبلد صعبه، وبالتالي بيبقى في وجود فاينانشال كرايسيس صعب جدا للشركه ان هي يبقى عندها الويلنس ان هي تعمل اي بي او، اكيد اكيد خلاص. ولكن بقى السكندري ماركت بقى هو اللي ايه اللي بيحاول ان هو يساعد شويه، بيوفر ايه؟ بيوفر سيوله ليكويديتي، او ان انا اقدر ابيليتي اترن الاسيت بتاعتي الكاش كويكلي ات اتس فير ماركت فاليو. طبعا في سياسات في الازمات، السياسة اللي هي بيقولوا عليها طويلة الأجل، إنه في الأزمات تصنع الثروات أصلا، يعني أنت تشتري سهم واقع جدا جدا لأن ده هيحقق لك أكتر أرباح ممكنة في المستقبل. ففي ناس بتكيب السهم حتى لو هو قليل جدا، حتى لو في أزمة في الشركة أو أزمة على مستوى الاقتصاد عامة، وبتكيبت لأن هي مقتنعة إنه on the long run أنا هكسب كتير جدا، فده استثماري وانا ام جانا كيب ات وام جانا تيك ذا ريسك، لان الريتيرن اللي جاي بعد سنين بعد كده هيعوضني عن الريسك دي. وفي ناس اصلا مش ريسك تيكرز، ممكن اقول لهم عليهم افريج،
شايفين انه لا، انا ممكن مثلا بدل ما استثمر فلوسي في 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 بلدي وفي كرايسيس او في اي وضع، لبنان مثلا كان فيها حرب، ليبيا دلوقتي فيها عواصف، واتس ايفر، اي يعني كونديشنز ممكن تؤدي لي مشاكل في السوق الخاص بالاسهم او السندات بشكل عام. في ناس بتتحمل هذه الريسك، وفي ناس تقولك لا، بدل ما اتحملها انا اروح ادفع الفلوس بتاعتي دي في سوق بره، السوق اللي بره تمام اكتر او مستقر اكتر، فانا هكسب منه فلوس اكتر. فديت مختلفة على حسب طبيعة كل شخص، ولكن الثيريز والبيبرز وكل الكلام ده كله بيقول انه افضل استثمار وقت ما الدنيا بايظه خالص. اصلا السكندري ماركت بقى بيوفر للناس اللي هي مش حابه تاخد الريسك ان هي تبدل الاسد بتاعتها. ما هو انا لما يبقى معايا سهم او سند ده بيبقى اسد اصلي يعني معايا، خلاص واحوله لفلوس بسرعه لانه في حد تاني شايف انه لا انا هاخد الريسك وايه وهستثمر لان انا هكسب كويس جدا. فبيدينا كمان انفورميشن عن عن الاسعار والفاليو اوف انفستمنت. هو وانس ان هو خلاص السهم اشتريناه اول مره، بعد كده بيتسعر بقى في كل لحظه الحقيقه، وبيبقى فيه كل يوم في البورصه سعر فتحنا بيه السوق وسعر قفلنا بيه السوق، اسمه اوبننج برايس وكلوزنج برايس، وكل الكلام ده كله بيحصل في السكندري ماركت. وكمان السكندري ماركت ده بما ان كل حاجه فيه متاحه من ناحيه اسعار ومن ناحيه مستثمرين موجودين وكل الكلام ده كله، هو بيقلل لي الايه الترانزاكشن كوست. يعني ان انا مثلا لو احنا بنتكلم مثلا ان انا عايزه ابيع ارض، بروح لسمسار بعمل اعلان بستنى واحد واثنين وثلاثه، ده اسمه ترانزاكشن كوست. دفعت للسمسار فلوس، دفعت للاعلان فلوس، استنيت شويه، عملت نيجوشيشن مع اللي عايز يشتري معايا اند سو اون. الكلام ده ما بيحصلش قوي في الفاينانشال انسترومنتس بسبب وجود السكندري ماركت، لانه اوريدي الاسعار موجوده وكل الانديكيتورز الخاصه بال 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 بالشركه موجوده تمام، وكل الـ الـ الاخبار بتاعتها موجوده، فبالتالي كل حاجه افيلابل. موضوع مش محتاج ان انا اعمل مصاريف كتير عشان اقدر ان انا ابيع السهم بتاعي. طيب دلوقتي هنتكلم عن الموني فيرسس كابيتال ماركتس. يعني ايه الموني ماركت؟ من اسمه ماني يعني سهل يعني كويك خلاص. فهو بيتريد ديت سيكيورتيز او انسترومنتس، قلنا ديت سيكيورتيز ان هي السندات، وقد يكون في حاجه اسمها تريجري بيلز اللي هي اذون الخزانه. فالموني ماركت ده اللي هو بيتم فيه التريدنج بتاع الديت سيكيورتيز او الانسترومنتس اللي هي فيها ماتيوريتي يعني مفترتها سنة او اقل. ليه اسمها ماني ماركت؟ كويك ماركت خلاص. في اي يعني مناسبة اكتر للتريدينج، حد عاوز يستثمر فلوسه بشكل الى حد كبير مضمون تمام، فهو عارف انه مش عاوز ياخد ريسك فظيعة، فهو عارف انه في اقل من سنة هيطلع لي البرسنت الفلانية، قد تكون هذه البرسنت اكتر من البنك، قد تكون لا، قد يكون هو مش حابب ان هو يحط فلوسه في شهادة مثلا 3 سنين او واتس ايفر، او هو حابب ان هو يحط فلوسه في حاجة تقدر تتباع بمنتهى السهولة بعد كده بلو ترانزاكشن كوست. فدي اختيارات، ولكن الماركت اللي بيتم فيه البيع ده، بيع الانسترومنتس دي، بنسميه ماني ماركت. الماني ماركت ده ممكن يكون موجود بشكل منفصل، وممكن يكون موجود عادي جوه سوق البورصه ما فيش اي مشكله خالص اوكي، ولكن هو يعني كتفصيله اسمه ماني ماركت. في اليو اس ماني ماركتس اسمها اوفر ذا كاونتر. اوفر ذا كاونتر يعني ايه؟ يعني على المكشوف. اوفر ذا كاونتر يعني حاجه كده زي ما تقولوا متاحة وموجودة بشكل بسيط ومبسط، مفيش أي مشكلة خالص. ف
فاوفر ذا كاونتر يعني موجود افري وير، بيحصل افري وير، مفيش اي مشكله خالص. اوكي. طيب الكابيتال ماركت بقى، الكابيتال ماركت بتعمل تريدنج للديت اللي هي البوندز والايكويتي اللي هي الستوكس وذ ماتيريتيز اوف مور ذان 1 يير. يبقى انا دلوقتي لو عاوز استثمر في حاجه طويله الاجل كالاسهم والستوكس ده بسميه كابيتال ماركت. كابيتال ماركت اصلا كابيتال يعني راس مال، اي استثمار راس مالي بيبقى مقصود منه طويل الاجل. اوكي. يبقى الحاجه اللي هي بسرعه بسرعه بنقول عليها موني ماركت، الحاجه اللي هي بتبقى معظمها تريدنج، اما الحاجه اللي مقصود بيها استثمار طويل الاجل بنقول عليها كابيتال ايه ماركت. يبقى الموني ماركت سيكيورتيز بيبقى موجود فيه الناس اللي بتحب ان هي تستثمر بشكل قصير الاجل، هدف المكسب السريع والصغير. لكن الكابيتال ماركتس ديت موضوع مختلف تماما. بيبقى الستوكس المفروض تو بي هولد او تو بي كيبت مور ذان طبعا 1 يير 10 ييرز 30 ييرز، يعني موضوع مفتوح جدا جدا جدا. تمام. وممكن يبقى محدد زي البونز والنوتس، ممكن يبقى 30 years، وممكن نوع من انواع البونز يبقى اكتر من 30 years كمان. اما بقى بالنسبه للستوكس فهو بقى مفتوح الى ما لا نهايه، تقدر ان انت تكيب اب الستوك الى ما لا نهايه. طب اشمعنى الستوك كان كيب ات الى ما لا نهايه والبونز لا؟ ده علشان البوند ده ديت سيكيورتي بيبقى ليه بيرسنت معينه وعدد سنين معينه اقدر ارجع فيها الديت بتاعي، وعشان كده بيبقى ليها عدد سنين محدد مش مفتوحه الى ما نهايه. طيب ده شكل تقريبي لتقسيم الماني ماركت قد ايه والانسترومنتس كانت عامله ازاي في كل سنه من السنين. فطبعا شايفين انه الموضوع بيختلف كل شويه ما بين الفيدرال فاندز، الكوميرشال بيبرز، التريجري بيلز، النيجوشيبل سي ديز، سي ديز اند سيرتيفيكتس اوف ديبوزيتس، والبانكر اكسبتنس. دي انواع الانسترومنتس اللي ممكن تبقى قصيره الاجل الموجوده في الماني ماركت. فيدرال فاندز، كوميرشال بيبر، تريجري بيلز، كوميرشال سوري سيرتيفيكتس اوف ديبوزيتس، والبانكرز اكسبتنس. نقول ان الانواع دي منتشره اكتر في اليو اس بيست ماركتس. احنا عندنا ممكن يبقى تريجري بيلز موجوده، ممكن تكون سيرتيفيكتس اوف ديبوزيتس موجوده، وممكن يبقى الكوميرشال بيبرز موجوده كمان. طيب الشكل ده بيبين لنا بقى الكابيتال ماركت انسترومنتس اوت ستاندينج كتوزيع اوفر اليرز. فشايفين برضو انه في اختلاف حصل، وهنا موضحين ايه هي الاشكال الانسترومنتس بتاعتنا. عندنا ستوكس، عندنا مورتج، عندنا بونز، عندنا تريجري سيكيورتيز، عندنا جوفرمنت بونز، عندنا جوفرمنت ايجنسي بونز، وحاجه اسمها كونسيومر لونز. طبعا النصيب الاكبر هي كانت الستوكس، والباقي ممكن يكون بيتوزع عليهم. اكيد في فاكتورز بتحصل في الماركت، اسعار، انترست ريتس، بتعمل الفرق في الحجم ما بين كل نصيب من كل انسترومنت في السوق، ولكن بشكل عام الاسهم واخده الحيز الاكبر في الكابيتال ماركت. عايزين بقى نتكلم دلوقتي عن حاجه اسمها فورين اكستشينج ماركت. ايه بقى مشكله الماركتس دي؟ الماركتس دي اللي هي بتتعامل مع العملات. اي اختلاف طبعا في مصر، في اختلاف رهيب دلوقتي ما بين الدولار والجنيه المصري، والسوق بقى فيري ريسكي. والريسك ده جاي من ايه؟ جاي من الاختلاف الفظيع من اللي هما بين الجنيه المصري وما بين الدولار، وفي فلكتويشنز غير طبيعيه حصلت خلال فتره قصيره. فده اسمه فورين اكستشينج ريسك، اللي هو ايه؟ في حساسيه sensitivity of the value of cash flows on foreign instrument investments to change in the foreign currency price in terms of dollars. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي كواحد رجل مستثمر مصري حاسب حسبه معينه للاستثمار بتاعي في بلد بقيمه الدولار دلوقتي، تمام؟ وبعدين انا مقرر اعمل الاستثمار ده مثلا بعد سنه، فانا عندي foreign exchange risk انه القيمة اللي انا كنت حاططها كاستثمار بما يتماشى مع القيمة الدولارية
في وقت ما انا كنت بخطط قد يختلف اختلاف رهيب عن وقت التنفيذ، وبالتالي انا عندي ريسك خلاص. ف من اجل هذا على فكره في شركات بتعمل حاجه اسمها هيدجينج. هيدجينج يعني ايه؟ يعني هي بت 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 بتحمي نفسها من الريسك دي. بتنفست في حاجات بطريقه معينه هنشرحها ان شاء الله. الطريقه دي بتحميهم من ان هم يقعوا في الاختلاف الكبير ده اللي بيحصل نتيجه الاكستشينج اوف ذا فورين كارنسي، وده ليه سوق الهيدجينج ده. اوكي، الهيدجينج ده ليه سوقه اللي هو هيبقى في الدريفيتيف ستوك ماركت. طبعا ده كل الشركات وقع فيه الريسك ده، وللاسف بيروح ضحيته حاجات كتير، كعماله كانتاجيه كحاجات كتير جدا. وعشان كده اتخلق الهيدجينج، ازاي ان انا ادخل في استثمار بشكل ما يحميني من اي انكريس في الفاليو الخاص بالعملة الأجنبية اللي أنا حابب إن أنا أستخدمها لما أتوسع في الشغل بتاعي. طيب زي ما قلت لحضراتكم، من هنا بقى جه الديريفاتيف سيكيورتي ماركت. الديريفاتيف ده حاجة كده بيقولوا عليها فيوتشر أوبشن، بعمل سوابينج، بعمل مورتج باكت سيكيورتي، حاجة كده بعملها للمستقبل خلاص علشان احمي نفسي من اي ريسك هتحصل لي. فبيقول لك هو باي اوف، الباي اوف ده لينك تو انذر بريفيسلي ايشد سيكيورتي ساتش اس سيكيورتي تريدد ان كابيتال اور فورين اكسشينج ماركت. انا لما بعمل هيدج ببقى رابطه بالفاليو بتاعه ستوكس او بونز بطريقه تخليني اي اختلاف في التسعيره بتاعه الجنيه المصري قصاد الدولار مثلا، او الريال السعودي قصاد الدولار، او الدرهم الاماراتي قصاد الدولار، الاختلاف ده يبقى بسيط عليا، ما تحملش ريسك كبيره. والطريقه دي بتتم عن طريق حاجه اسمها ديريفاتيفز، والديريفاتيفز دي بتبقى بيحصل لها تريدنج في حاجه اسمها ديريفاتيف سيكيورتي ماركتس. ده يعني شق او نوع تاني زي كده ماني ماركت، وعندنا كابيتال ماركت، وفي ديريفاتيف ايه سيكيورتي ماركت. وده طبعا بيبقى بيزد على اجريمنت بتوين تو بارتيز تو اكسشينج ا ستاندرد كوانتيتي اوف اسيت اور كاش فلو ات ا بريديتيرمايند برايس ات سبيسيفايد فيوتشر ديت. انا بتوقع في المستقبل السعر هيبقى كذا، فانا بقول له انت هتشتري مني الحاجة دي او الستوكس بتاعتي دي او البونز دي في المستقبل بالسعر الفلاني. فانا كده اوريدي حميت نفسي من الاختلاف في الاسعار، فمش هخسر. طيب اوكي، derivatives markets are the newest of financial security markets and also potentially the riskiest. الديريفاتيف ماركت ده اكتر سوق جديد واكتر سوق في ريسك طبعا، لان انا بتفق مع بارتي معينه ان انا هبيع له السند ده او هبيع له الحاجه دي بقيمه مستقبليه. القيمه المستقبليه دي اكون انا اصلا عملت تنبؤات لقيمه الدولار في المستقبل بالنسبه للجنيه او الريال او الدرهم، وابدا ابقى انا بمينيمايز خسارتي خلاص اللي ممكن تحدث من الاختلاف في ما بين العملات. طبعا هو اكتر حاجة ريسكي في الدنيا. حلو قوي. في الاكتيفيتي اللي اترصد للدريفاتيف سيكوريتي ماركتس لقوا ان في جروث رهيب جدا ما بين 92 و 2013، وبعدين حصل دروب تاني. اوكي، الفولكر رول دي something related to the US government. عشان كده بقول هو كل سوق وليه ظروفه اللي بتحصل فيه كاقتصاد او كريجيليشنز. احنا كلنا متأثر في الاول وفي الاخر، لان الدولار بيتأثر، ولما الدولار بيتأثر كلنا بنتأثر. ولكن ده شيء عارض قد يكون اثر على السوق الامريكي اكتر بكتير من اسواق التانية. بمعنى اخر انه لا، احنا صحيح اللاج حصل لحد 2019، ولكن مازال السوق قائم، ومازال الناس بالذات دلوقتي
في السوق المصري الهيدجينج مهم جدا جدا جدا، ويعتبر هو الوسيله الوحيده للحفاظ على قيمه المال اجينست التغيرات الرهيبه اللي بتحصل ما بينه وما بين الدولار. طيب احنا الكلام ده كله بيحصل لازم بيزد على ريجيليشن، في الاول وفي الاخر في قوانين بتحكمنا. القوانين دي مين بيحطها؟ الريجيليشنز دي مين بيعملها؟ ريجيلاتوري ايجنسيز، اللي هي زي ايه؟ زي الاكستشينج كوميشن، او اللي هو البورصه كهيئه، هيئه البورصه، تمام؟ في مصر اسمها اي جي اكس، في اليو كي اسمها ليها اسم، ليها اسم خاص بيها، في كل مكان ليه الاسم الخاص بيه. في اليو اس اسمها سيكيورتي اكسشينج كوميشن، واكيد في كل دوله هيئه البورصه ليها اسم خاص بيها. هيئه البورصه دي هي اللي بتحط الريجيليشنز، الريجيليشنز دي بيبقى متطلبات معينه عشان يتم فيها التداول، او عشان يتم فيها الديريفيتيفز، او عشان يتم فيها بيع ماني ماني بيزد سيكيورتيز واتس ايفر. وبتطلب دايما الريجيليشنز دي ان هيكون في فول وفير ديسكلوجر للانفورميشن عن السكيورتيز دي، علشان اي انفستر موجود دلوقتي او بوتنشال حابب ان هو يستخدمها، تمام؟ الهدف اصلا من ان هيئه البورصه تبقى هي المسؤوله عن كل حاجه في الفلو اوف فاندز، سواء كانوا الناس عايزه تريس فاند او عايزه ككوربريشن يعني، او ناس عايزه تشتري من ناس تانية اللي بيحصل في السكندري ماركت ده، ليه اصلا؟ ده علشان نحمي البلد من السوق السوداء، خلاص، اللي هي ممكن تبقى شبه الاوفر ذا كاونتر اللي موجود في اليو اس، تمام؟ طيب وعلشان ما يبقاش في معلومات كونفيدنشال قوي قوي، لان الاسواق انواع، في سوق سترونج كل المعلومات موجوده اوريدي ومنتشره، في سيمي سترونج المعلومات موجوده شويه ومعلومات لا مش موجوده اصلا، وفي ويك معلومات تكاد تكون مختفيه، وبالتالي الناس بتروح للفاينانشال انستتيوشنز عشان تساعدهم ياخدوا قرارات ناحيه الكابيتال ديسيجنز وكده. فبالتالي في وجود ريجيليشنز بتقول مينيمم كده ليفل اوف ديسكلوجر للمعلومات الخاصه بالسكيورتيز والبونز، ده بيحمي الناس من البايز، بيحمي الناس من ان هم يشتروا بترانزاكشن كوست عالي، ان هم ياخدوا باسعار متفاوته واتس ايفر، او ان المانجمنت اصلا تعمل تريدنج بالشكل اللي يريحها. بيبقى فيه ريجيليشنز، والريجيليشنز دي بتبقى ايه؟ على كل، فيبقى البني ادم بيبقى وهو حتى بيستثمر في شركه هو مش مديرها، هو ما يعرفش حاجه عنها، هو مرتاح ومطمن لان كل ده تحت رقابه هيئه البورصه. طيب اوكي، زي ما قلت كده انه علشان اصلا نعرف نعمل كابيتال ديسيجنز احنا المفروض يكون عندنا معلومات. ومين اللي بيقول ان المفروض تبقى المعلومات موجوده؟ هيئه البورصه، في ريجيليشنز معينه، ولكن الريجيليشنز دي بتختلف من دوله لدوله، ومن نظام لنظام، ومن اقتصاد لاقتصاد، ومن سياسه لسياسه. طيب اوكي، ده غير ان احنا كاشخاص اصلا باختلاف الباك جراوندز الخاصه بينا مش كلنا بنفهم في الاستثمار، مش كلنا بنفهم في الاسهم والسندات، ولو حابين نستثمر فيها علشان هي اكتر حاجه مضمونه مثلا بالنسبه لنا كاختيار، ما عندناش السكيل ان احنا نفتح البيزنس بتاعنا واتس ايفر، فده معناه ان انا محتاجه حد الجأ له، متخصص. الحد ده هو اللي هيجي يقول لي انا هشتري السهم ده وما تشتريش السهم ده، او المحفظه دي احسن من المحفظه دي، انسون. مين بقى بيعمل الكلام ده؟ الفاينانشال انستتيوشنز. فالفاينانشال انستتيوشنز خلاص هي اللي بتساعدني اعمل ده، هي الانترميدياري ما بيني انا وما بين السهم اللي انا عاوز اشتريه، او الشركه، او اللي انا حابه اشتريه جوه الشركه، خلاص. فهم دول اللي بيجيبوا ايه؟ الفاندز، من الناس اللي عندهم سيربلس للناس اللي عندهم شورتج. اوكي، واحد عاوز فلوس والتاني عاوز يدي فلوس، سواء ده كان بقى في البرايمري او في السكندري ماركت، خلاص. ف ده بي بي بيريحني في ايه؟ انا كبني ادم بيوفر عليا ايه؟ بيوفر عليا مونيتورنج كوست، بيوفر عليا ليكويديتي كوست، بيسير ان انا لما بلجأ ليه فاينانشال انستتيوشن بيخلي السيوله بتاعت لو حابب ابيع سكيورتيز اسهل بكتير، بيقلل لي البرايس ريسك، مش هروح اشتري حاجه سعرها عالي وهي اصلا البوتنشال بتاعها في المستقبل مش هيبقى قد كده، فاي برايس ريسك انا كده باخده لوحدي، لكن مع الفاينانشال انستتيوشن البرايس ريسك ده بيقل قوي، ان انا بلجأ لحد متخصص قادر يقول لي اخد القرار ده او ما اخدش القرار ده.
طيب شكل الـ financial institutions ده ممكن يبقى عامل ازاي؟ حقيقة هو ممكن يبقى حاجات كتير جدا جدا، خلاص؟ ممكن يبقى commercial banks، بنوك، ممكن يبقى thrifts، ممكن يبقى insurance companies، ممكن يبقى securities firms و investment banks، ممكن يبقى finance companies، investment funds، pension funds، fintech. كل دي اشكال انا حابة ان حضراتكم تتمعنوا فيها اكتر وتقروا عنها اكتر عشان يبقى عندكم صورة عامة كده عن ايه هي انواع الـ financial institutions قبل ما نبدأ اي حاجة ان شاء الله في الترم بتاعنا. طيب دلوقتي الفلو اوف فاندز بقى لو ما كانش فيه فاينانشال انستتيوشنز، والفلو لما يبقى فيه فاينانشال انستتيوشن. فاينانشال انستتيوشن ده اللي هو اللي ممكن نقول عليه بصوره بسيطه البروكر، خلاص، او الاناليست، البني ادم اللي جاي يقول لي استثمري في ده وما تستثمريش في ده، بيعي دلوقتي اشتري دلوقتي، خلاص. ده موجود كده في النص، تمام. السبلاير بتاع الفاند بياخد فلوسه ويروح عندها يقول له لو سمحت انا عاوز اعمل اسيت ايه ترانسفورميشن، لو سمحت انا عاوز ابقى ايه استثمر في الستوكس والايه والبونز، من فضلك قول لي ايه احسن حاجه. ياخد الفلوس دي ويقوم موديها عند اليوزر الفاند، خلاص، especially لو كان يوزر الفاند ده الاي بي او. وبعدين الاي بي الشركه اللي اخذت الفلوس بتشتغل 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 بتشتغل، حلو، تمام كده. وبعدين يحصل ايه؟ يعلى سعر السهم، يقل سعر السهم، واتس ايفر، مش فرقنا هنا. يعني الراجل ده بياخد في الاخر ايه؟ كوميشن. بياخد ايه؟ كوميشن. بياخد كوميشن من الشركه ومن البني ادمين ومن كل حاجه، خلاص. طيب تمام. وبعدين الفلوس اللي جايه من الشركه كتوزيعات بقى كواتس ايفر بتروح تاني للسبلاير اوف فاند. يبقى البروكر ده او الاسيت ترانسفورمرز از فاينانشال انستتيوشنز هم ناس في النص بيساعدوا الناس اللي عاوزين فلوس ياخدوا فلوس من الناس اللي عندهم فلوس، خلاص. واللي عنده فلوس ده عاوز يكسب، فبيكسب ايه؟ ممكن يكسب توزيعات، خلاص، اوكي، او ممكن يكسب كابيتال جين انه السهم بتاعه زاد في سعره. طيب حلو جدا. لو ما كانش في بقى الفاينانشال انستتيوشنز هيبقى ازاي فلو اوف فاند؟ هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى من السبلاير بقى لليوزر، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. مفيش هنا بقى اي ريجيليشنز، مفيش هنا بقى اي حاجه، خلاص. فالموضوع ممكن يبقى في سوء اسوده كتير، ممكن يبقى في بايس كتير، ممكن يبقى في معلومات مش موجوده اصلا، مفيش حاجه مضمونه. فطبعا ده مش الطف حاجه. فالفاينانشال انستتيوشنز بتساعد اصلا على وجود نظام خاص بالترانسفير اوف فاندز من الناس اللي عندها فلوس للناس اللي ما عندهاش فلوس، او الشركات اللي محتاجه فاند. طيب اوكي، فهم بيساعدوا ان هم يعملوا مونيتورنج، خلاص. فالسبلاير اوف فاند البني ادم اللي هو عاوز ينفست يعني في فاند، تمام، بيواجه هاي كوست اوف مونيتورنج الفاند يوزرز اكشنز ان تايملي اند كومبليت فاشن. هو مش بيبقى عارف ازاي مونيتور، تمام، فلوسه دي اللي هيدفعها، يعني هيضمن منين ان هي هتوصل للشركه، ان الشركه هتبقى هو صاحب راس مال، ان هو هياخد منها ريتيرن. فالسولوشن بقى للسمول انفستورز دول ان هم يجروب الفاندز بتاعتهم توجذر، خلاص، وهولد الكليم بتاعهم، والفاينانشال انستتيوشن هي اللي تعمل لهم ايه؟ زي محفظه كده اسمها اجريجيشن اوف فاندز. ناس بقى كده سمول انفسترز، تمام، ما لهمش في اي حاجه، ما بيعرفوش اصلا يعملوا تداول، ما بيعرفوش يعملوا اي حاجه، هيروحوا للفاينانشال انستتيوشن، يا جماعه احنا معانا فلوس وعايزين نستثمرها، فهم هيحطوا فلوسهم مع بعض يعملوا لهم محفظه، حاجه اسمها ميوتشوال فاند، ويبداوا بقى يختاروا لهم بقى اسهم من كذا وكذا قطاع باختلاف، يعني بيقولوا عليها ايه، بورتفوليو، بحيث ان هم يوزعوا الريسك ويجي لهم ريتيرن كويس، وفي اخر ايه السنه الريتيرن ده سواء كانت توزيعات او كابيتال جين او واتس ايفر بيرجع ليه المستثمرين دول. مين اللي بيقوم بقى بالقصه دي؟ الفاينانشال انستتيوشن. هل الانفستور هيقدر عليها يمونيتور القصه؟ لا. فاللي بيوفر المونيتورنج كوست عليه مين؟ هو الفاينانشال انستتيوشن. حلو جدا. طيب اوكي، كمان في عندي ليكويديتي وبرايس ريسك. ليه؟
هو دلوقتي الفاينانشال انستتيوشن ده بيعمل از اسيت ترانسفورمر، بيحول لك الكاش بتاعك ده ل اكويتي وبونز، تمام؟ ف بيبقى دايما الفاينانشال كليمز او بيبقى دايما السكيورتيز اللي متاحه عن طريق الفاينانشال انستتيوشن بتبقى اتراكتيف اكتر من الكليمز اللي موجوده من الكوربريشن، لان هو في الكوربريشن مش فاهم قوي يتداول ازاي، لكن لو هو في فاينانشال انترميديري بيبقى بيديله خبره اكتر. فالكليمز اللي موجوده مع الفاينانشال انستتيوشنز بيبقى فيها ليكويديتي اتريبيوتس سوبيريور اكتر من البرايمري سكيورتيز. ده ليه؟ لانه الشركة اللي هي بتطرح الاسهم، الاسهم دي بقى اول مرة بتتباع، اول مرة، خلاص ما هياش متداولة كتير في السوق، غير سهم تاني اوريدي تم التداول فيه وبقى مع الفاينانشال انستتيوشن، فبقى ليه سعره بقى معروف وبقى فيري ليكويد والكلام ده كله، فسهل ان احنا ايه نبيعه تاني. فانا كمستثمر بدل ما اروح واشتري على طول من الكوربريشن في اي بي او، اسهل لي اروح اشتري من الفاينانشال انستتيوشن لانه هو موجود في السكندري ماركت وعنده خبره والسهم بتاعه ليه سعره اوريدي، مش هستنى سهم جديد لسه هيتم تقييم سعره السوقي بس على اداء الشركه اللي انا اشتريت منها السهم وكده. فانا بقلل كانفستر من البرايس ريسك بتاعي والليكويديتي ريسك بتاعتي لما اروح لفاينانشال انستتيوشن عن ان انا اروح للكوربوريشن على طول. في القصه دي كذلك مع خدمه الفاينانشال انستتيوشن، هو زي ما قلت لكم بيعملوا بورتفوليو، فهو بيقول لي فلوسي ديت هتتقسم ازاي بحيث ان هو يوزع لي الريسك ويضمن لي ريتيرن كويسه، فهو كمان بيقلل الانفستمنت ريسك. فطبعا الشركات المؤسسات الماليه اللي هي زي البروكرج او زي الاسيت ترانسفورمرز او زي التمويل العقاري، زي حاجات كتير، زي الكوميرشال بانكس، زي ثريفتس زي ما قلت لكم، اي حاجه ليها علاقه بالايكويتي سيكيورتيز من قريب او من بعيد، خلاص بتقدم الخدمه دي للناس اللي ما عندهمش خبره، وبتقلل عليهم المونيتورنج كوست، بتقلل عليهم البرايس ريسك، بتقلل عليهم الليكويديتي ريسك. دول انترميديري ما بينهم، ما بين الناس دي وما بين الكابيتال ماركت. طيب ايه هي الاديشنال بنفيتس والفانكشنز اللي بيقوم بيها الفاينانشال انستتيوشنز؟ الاديشنال بنفيتس بتاعت الفاينانشال انستتيوشنز ان هي بتدي للناس السبلايرز اوف فاند كمان، زائد ان هي بتديهم انفستمنت ريسك ريدكشن وبرايس ريسك ريدكشن وليكويديتي ريسك ريدكشن زي ما شرحنا قبل كده. هي كمان بتقلل الترانزاكشن كوست، تمام، بتقلل المصاريف اللي ممكن يكون محتاجها اي انفستر عشان يعمل اصلا استثمار، خلاص بتعمل حاجه اسمها ماتيريتي انترميديشن. يعني ايه؟ يعني هو موجود على طول، انترميديري موجود ومع الانفستر بشكل مستدام، وبيعمل حاجه اسمها دومينيشن انترميديشن. يعني ايه؟ يعني هو دومينانت في كل حاجه، هو اللي بيعمل بشكل دومينانت لانه فاهم اكتر عن الانفستر اللي ما عندوش باك جراوند، وبيقدر ان هو دايما بيعمل بشكل مستمر وبشكل دومينانت في مصلحه او بما يتماشى مع مصلحه الانفستر. طيب يا ترى هي الفاينانشال انستتيوشنز دي اللي هي اصلا موجوده عشان تقلل الليكويديتي ريسك والبرايس ريسك والمونيتورنج كوست وكل الكلام ده كله، هي نفسها مش بتقابل اي ريسكس؟ الاجابه لا، هي بتقابل ريسك وريسك كتير جدا. خلاص هي ايه الديفولت ريسك بتاعتها؟ الكريديت ريسك، هي شخصيا مش عارفه خلاص اذا كانت هي هتقدر يعني ايه توفر كريديت ريسك، بمعنى ان هي تقدر ان هي توفر فلوس للناس اللي استثمروا معاها بشكل سريع، لان هي كمان بعض الفاينانشال انستتيوشنز شخصيا بتاخد الفلوس دي تروح تستثمرها في مشاريع عند قطاعات معينه والريسك ماشي على الكل. فلو انا جيت وقلت لهم انا عايزه فلوس، انا عايز فلوسي لو سمحت، بالذات لو هو كوميرشال بانك، عاوز فلوسي من فضلك، فها هنعمل ايه؟ في كريديت ريسك، في كمان فورين اكسشينج ريسك اند كانتري سوفيرين ريسك، برضو نفس القصه. لو بنتكلم مثلا على الانشورنس كومبانيز مثلا، خلاص هما بياخدوا فلوس دي مثلا وبيحطوها برضو في استثمارات معينه عشان تطلع حاجات يعني يطلع ريتيرن معين، او الكوميرشال بانك او اي او بروكرج او واتس ايفر، خلاص خدنا الفلوس دي يا جدعان، والفلوس ديت ايه مثلا يعني حاطينها في اسهم دولاريه مثلا برقم بقيمه دولاريه، وبعدين حصل مشكله في الفورين اكسشينج ريت مثلا،
فها مين اللي بيتحمل الريسك؟ طبعا هما، ان هما اللي بيدوا اصلا الادفايس دي للانفسترز. في حاجه اسمها انترست ريت ريسك، يعني مثلا دلوقتي انا كنت عامل لحد مثلا نصيحه ان هو يروح يشتري بوند على اساس انه الانترست ريت اللي موجوده مثلا دلوقتي بتاعت البوند دي اقل من السوق مثلا او اكتر من السوق، حسب بقى هو هيبقى بوند هولدر ولا بوند، هو اللي هياخد البوند يعني، هو اللي هيسلف ولا هو هيستلف، وبعدين لسبب اي تغييرات حصلت الانترست ريت اختلفت تماما، فهو خسر او هو كسب واتسو ايفر. فده في ريسك عليه. خلاص الماركت ريسك او الاسيت برايس ريسك، احنا مش عارفين برضو القيمه السوقيه بتاعت اي حاجه في الدنيا هتبقى عامله ازاي، القيمه السوقيه للاسهم هتبقى عامله ازاي، لانه حال الشركه برضو ممكن يتغير ما بين يوم وليله. خلاص ممكن خبر بسيط اصلا زي مثلا ايه، رئيس مجلس الاداره توفى، اختلس اي حاجه، ففي حاجات فيها مشكله. الاوف بالانس شيت ريسك يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن يكون مثلا بعد ما في ايتمز معينه يعني ليها ريسك بره البالانس شيت وقد تؤثر على الفاينانشال بوزيشن الخاصه بالشركه، اللي انا ممكن اكون قايل للانفستور تعالى استثمر فيها. تمام. ليكويديتي ريسك، القدره على ان انا اقدر اسيل فلوس المستثمر بتاعي بشكل سريع ممكن يكون مش حاصل، لانه اداء السوق عامه في مشكله، في كرايسز معينه، الشركه اللي هي مثلا قلت للمستثمر ان هو يستثمر فيها عماله تخسر جدا جدا جدا، فبالتالي مش عارف اعمل له ليكويديتي ريسك بسهوله، مفيش حد عايز يشتري السهم واتس ايفر كده يعني. خلاص تكنولوجي واوبريشنال ريسك ده كده كده موجود بشكل عام كشركه، والانسولفنسي ريسك يعني ان الشركه ما تبقاش قادره ان هي تغطي ايه الكرنت لايبيليتيز الخاصه بيها. طيب عشان كده احنا قلنا ان لازم يكون في ريجيليشنز خاصه بالفاينانشال انستتيوشنز، واوريدي ده موجود. اوكي دي الترندز اللي حصلت فيما يخص الفاينانشال انستتيوشنز في اليو اس ماركت، حضراتكم ممكن تقروها، ولكن هي مجرد مثال مش بيمثل كل البلاد طبعا، بيحكي عن اللي حصل في كشير لكل نوع من انواع الفاينانشال انستتيوشنز عملت ايه يعني في السوق بشكل عام. دي كمان بقيه الترندز لو حضراتكم حابين تعرفوا اكتر. طيب في حاجه اسمها بقى انتربرايز ريسك مانجمنت، يعني ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. احنا هنا بنعمل كوجنيشن للامبورتنس اوف مانجينج الكومبايند امباكت اوف ذا فول سبيكترم اوف ريسكس از ان انتر ريليتد ريسك بورتفوليو، بمعنى احنا هناخد كل الريسكس اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده دي وهنقول على بعضها اسمها انتربرايز ريسك مانجمنت. دي كل الريسكس اللي ممكن تبقى بتقابلها الفاينانشال انستتيوشن هنعمل فيها ايه؟ الانتربرايز ريسك مانجمنت بقى بتسيك انها تمبيد ريسك مانجمنت از ا كومبوننت ان اول كريتيكال ديسيجنز ثرو اوت الفاينانشال انستتيوشن. اي فاينانشال انستتيوشن عارفه ان هي عندها ريسك، كريدت ريسك، فورين اكسشينج ريسك، كانتري ريسك، سولفنسي ريسك او انسولفنسي ريسك واتس ايفر. طيب احنا بقى هنعمل انا بقى كانتربرايز عندي ريسك اعمل لها مانجمنت، خلاص؟ فاي اكشن من الاكشنز وانا بعملها في ادائي از فاينانشال انستتيوشن لازم يبقى بعمل حساب الريسك بتاعتها. اوكي؟ فبعمل زي ايه ريسك مارجن كده، خلاص؟ حاجه تقلل من ان يبقى في ريسكس كتيره جدا دايما قدام الفاينانشال انستتيوشن. طيب البوبيولاريتي بتاعت الانتربرايز ريسك مانجمنت دي از ا تيرم خلاص حصل ليه؟ عشان كان في فيلير اوف ادفانسد ريسك مانجمنت اند مانجمنت سيستمز تو ديتكت اكسبوجرز ذات ليد تو فاينانشال كرايسيس، لانه حصلت كتير فاينانشال كرايسيس وما كانتش الفاينانشال انستتيوشنز قادره تعمل له اكسبكتيشنز، فده اثر على الاقتصاد وعلى الفاينانشال انستتيوشنز وعلى السوق البورصه وهيئه سوق المال وكل حاجه. فلو احنا اصلا بنعمل بقى مانجمنت للريسك من الاول نقدر نديتكت ان هيحصل مشاكل، وبالتالي نقدر ان احنا نستوعب الموقف بطريقه اسرع وناخد خطوات
يعني اذكى، بحيث ان انا اقدر احافظ على الويلث الخاصه بالناس، واقدر احافظ على الاقتصاد بشكل عام، واقدر احافظ انه على الفاندز اللي موجوده جوه الشركات تبقى بقيمتها الكويسه السوقيه، او تحافظ حتى عليها بحيث ان يفضل في ازدهار في البلد اللي الفاينانشال انستتيوشن بتشتغل فيها بشكل عام. طيب، وفي بقى الانتربرايز ريسك مانجمنت بيعمل ايه تاني؟ بالستريس الامبورتنس اوف بيلدينج ستروك ريسك كلتشر. احنا بقى ماشيين على ان احنا دايما نمانج الريسك والانسبيت الريسك، ونعمل دايما سيناريوز ازاي نقدر نمانج الريسك دي بحيث ان انا ابقى حاضر لاي حاجه تحصل، ما بقاش دايما برو اكتف، ابقى ري اكتف. الفينتك دوت اللي هي حاجه اسمها فاينانشال تكنولوجي، بتريفير تو ذا يوز اوف ذا تكنولوجي تو ديليفر فاينانشال سوليوشنز ان ا مانر ذات كومبيتس وذ تراديشنال فاينانشال ميثودز. ايوه، احنا عندنا مثلا في مصر في ابلكيشن اكيد حضراتكم تعرفوه اسمه ثاندر. الابلكيشن ده هو عباره عن هيئه بورصه صغيره، الحقيقه انا يعني من المشتركين فيه. بيقدم لي ايه؟ بيقدم لي خدمات فاينانشال سوليوشنز بشكل تكنولوجي عن طريق الموبايل، وبيقول لي كل يوم السهم ده عالي، السهم ده قل، السهم ده مش عارف ايه، وانا بيقدم لي ريكومنديشن كمان، بيقول لي الافضل ان تشتري في السهم ده، الافضل ان انت تخشي في المحفظه دي، الافضل ان مش عارفه ايه، سو ان سو. فايوه، هو ده بقى بيحصل دلوقتي، يعني مش لازم ابقى تبقى هيئه وكبيره وبتاع، لو مجرد ابلكيشن خلاص هو اللي بيقدم السوليوشنز لكل الناس. طبعا يعني دلوقتي احنا دخلنا في كريبتو، ففي كريبتو كمان كارنسيز ممكن تبقى موجوده خلاص، زي بلوك تشين وحاجات تانية كتير. الفكره بقى في ايه؟ انه الفينتك كومبانيز دول مواكبين اكتر للي بيحصل في العصر دلوقتي من ناحيه السرعه والتكنولوجيا، فهم الحقيقه حاطين ريسك على الفاينانشال انستتيوشنز اللي هي عاديه اللي بتشتغل بشكل فيس تو فيس خلاص، وبالتالي في ريسك جاي للفاينانشال انستتيوشنز من الكومبيتيشن اللي جايه من الفينتكس اللي طالعه جديد، لان هي ممكن تحملها لوست كاستمرز واكيد لوست ريفينيو. الفينتك اكيد بتسبورت المودلز اوف بير تو بير ماس كولابوريشن. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عاوز اجيب واحد خلاص يبقى مش عارف يعمل استثمار ازاي، مع واحد مش عارف يبيع استثماراته ازاي، والاتنين دول بيتقابلوا في الفينتك اوكي بمنتهى البساطه والسهوله. بيقول له انت ممكن تبيع النهارده بكذا، والتاني يقول له انت ممكن تشتري دلوقتي بكذا، فده بير تو بير، الاثنين ما عندهمش خبره، والاثنين عايزين حد يساعدهم، والاثنين مستسهلين يستخدموا الابلكيشن. فاعداد دول بقى كتير قوي، والوصول ليهم بالتكنولوجيا كتيره جدا، فعشان كده يبقى بير تو بير ماس كولابوريشن، كلهم على بعضه بيكولابوريتوا عشان يعملوا حركه للتداول، وبالتالي خلاص بيحصل التداول وبيحصل ترانسفير للفاندز، والفاندز بيحصلها فلو من الناس اللي عندها سيربلس للناس اللي عندها شورتج او حابه انها تبيع السكيورتيز بتاعتها. الجلوباليزيشن بقى ايه اللي حصل؟ المفروض ان يو اس ماركت هو اكتر سوق واكبر سوق، بس في انترناشونال ماركتس تانية حصل لها برضو رابيد جروث خلاص. ف ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الناس بدأت ان هي بدل ما تستثمر بس في بلدها تستثمر ورا البلاد خلاص. ليه؟ لانه خلاص بقى الموضوع كله اونلاين، والموضوع بقى اكسسبل برضو، حتى لو مش اونلاين هو اكسسبل برضو من خلال الفاينانشال انستتيوشنز. فده معنى كلمه جلوباليزيشن. ده غير ان الشركه نفسها اللي انا ممكن اكون انا بستثمر فيها هي ليها اسهم اصلا في 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 شركات برانشز ليها يعني بره، او الشركه قررت انها تعمل مثلا فرانشايز بره، او الشركه قررت انها تشتري شركه بقت لها شركه شقيقه خلاص بره. فخلاص هو اوريدي الشركه اللي في بلادي او في بلدي اوريدي بقت انترناشونال، فاوريدي بقت جلوبالايزد، فسهل قوي ان انا اشتري سهم تابع للشركه بتاعتي بره، بما ان انا واثقه في الشركه دي وعارف انه الشركه دي اختيار جيد. ف
خلاص الموضوع ده بقى سهل جدا ومنتشر جدا جدا جدا، والفاينانشال انستتيوشنز كمان بتساعد على ده. كل الدول دلوقتي اصلا بقى بتساعد في ده بشكل رهيب جدا، فكل الدول، ودي ريجيليشنز اللي موجوده في الفورين كانتري، في الفورين كانتريز، بتخلي الانترناشنال انفسترز ليهم اكسس كبير جدا ان هم يقدروا يكسباندوا الانفستمنت بيز بتاعهم. يعني خلاص ما يعني الاسواق بقت مفتوحه كريجيليشنز، فبقى مسموح لي انا كمان كمواطن ان انا يبقى ليا اسهم في شركات اخرى، فالجلوباليزيشن بقى مفتوح بشكل كبير جدا. اصلا كمان في شركات مثلا، او سوري بلاد عامله مع بعضهم وحده، زي مثلا الجولف في الجي سي سي، خلاص في برضو اللي كان اليوروب يونيون، فا اوريدي في يونيون، اوريدي في كانتريز بتساعد بعض في الصناعه والزراعه والاكتيفيتيز والاسواق الماليه وكل حاجه. فبالتالي ان يبقى ان احنا نبقى نجو جلوبال ونعمل انفستمنتس جلوبال، ده ما بقاش حاجه يعني ايه حابه غريبه اوري ابدا يعني. حضراتكم شكل الجراف الخاص بالاسهم في اندكس معين، ده الدو جونز اندستريال افريج، دي اندكس معينه في اليو اس. كل احنا مثلا عندنا اي جي اكس اندكس، مثلا اي جي اكس 100، اي جي اكس 150، اي جي اكس 30، واتس ايفر. دي بتبقى مجموعه من الشركات فيها خصائص تعتبر كده موحده كده شويه، او ليها خصائص متشابهه، بنحط لهم كده اندكس، وبنعمل بقى ايه، بنتراك البرفورمانس الخاص باسعار الاسهم او الريتيرن الخاص للسهم. والشكل زي ما حضراتكم كده شايفين في ابس اند داونز، واحنا بنشوف مثلا اقل نقطه زي ما هو مبين كده عند حضراتكم، وبنشوف الاسباب كانت ايه اللي حصل هنا عشان نقدر نتفادى ده بعدين، واكتر بيك كانت امتى، خلاص عشان نقدر برضو ان احنا نشوف ايه الاسباب ونكتر منها في المستقبل. فانا حبيت ان اوريكم شكل الدياجرام بيبقى عامل ازاي. اما هنا بقى هو الجراف الخاص بالليبر، الليبر ده stands for London Interbank Offered Rate، هو ده الريت اللي هو on average كده مع credit risk اللي بيتم فيه الاقتراض عن طريق البنوك، فهو بيربريزنت الانترست ريتس اللي الدولة ممكن تكون بيتم الاقتراض على اساسها. برضو الريت في ups and downs ده اوفر ييرز، كل اصلا جراف بيبقى هنا الاكس اكسس كده فيها ييرز، وهنا بيبقى فيه البوينتس هنا سواء كانت دولارز في الواي اكسس او هنا مثلا بيرسنت از ان انترست ريت. وبرده حبيت اوضح لحضراتكم الجراف بيبقى عامل ازاي، وان شاء الله كل هذه الامور تكون بشكل اوضح واحسن ومور ان ديبث في المنهج بتاعنا باذن الله. حابه اشكركم جدا جدا على حسن سماعكم، وحابه اطمنكم الموضوع باذن الله سهل، كل اللي انا قلته ده يعتبر معلومات عامه، حابه بس ان حضراتكم تبقوا عارفينها. باذن الله ان شاء الله هنتكلم عن الستوكس والبونز والماركتس، وازاي يبقى عندنا كابيتال ستراكشر كويس لو انا مانجر داخل الشركه، يعني ايه ريتيرن، يعني ايه ريسك، ازاي الشركه ممكن تمانج الريسك بتاعها. كل ده هيتم عرضه ان شاء الله بشكل تفصيلي باذن الله خلال الاسابيع القادمه. اتمنى اشوفكم تاني تاكيدا في حلقات النقاش باذن الله، وشكرا لكم واستودعكم الله.